هذه معناها اشاك فوا تصير قضيه كي من هكا ايقافات بون قالوا تحليل سلبي والبارح صارت معناها في المحكمه حبوا يعاودوا التحليل. تعرف التحليل في تونس بعد ساعات يتشري، دونك ظهر لي شك المحكمه في التحليل. لكن بعد عدم سماع دعوه ما نعرفش هو تسيب ولا ما عنديش فكره الحق، خاطر امبارح في الليل تعرف بعد ساعات المحكمه راهو ينجموا يسيبوا في الليل المخر، لكن اداريين يقعدوا يستناو الصباح. هنا معناه كان فريمون كما قال المحامي عدم سماع الدعوه، باش تقعد حكايه الكوكا تبع نور شيبة حياته كامله، معناها حتى كان بريء جدا ولا ما ولا بتعرف بعض ساعات واحد صاحبه يبدا بحذاه في الدار، مازال ما عنديش لي ديتاي باش نحكم، لكن فما حاجات كيما هكا يلزمنا نردوا بالنا، يلزم القضاء يردوا باله في الايقاف في 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 البيانات اللي هبط، خاطر نحن هبط معناها سمعنا بالقضيه وقت اللي هبط بيان رسمي من المحكمه تم ايقاف فنان وحطوا ليزينيسيال نتاعو. البارح برئتوا المحكمه ومالغريلي على الفيسبوك نتذكروا صارت محاكمه شعبيه لنور شيبة. مش هو برك لاعب دول اللي سابق زاد خرج البارح في نفس القضيه، وقررت المحكمه السجن 6 أشهر في حق فنانه معروفه ولد حارس دولي سابق. نجيب نيفا على السؤال اللي طرح نفسه، هل ترى فما محجوز ولا ما فماش؟ وهي جن حتى والجنح القضيه معناتها مشت في الاستهلاك ما عادش في الترويج. لهنا ترويج 20 فما محجوز ولا ما فماش؟ فهمني. واعاده الاختبار النيابه العموميه البارحه طلبت اعاده الاختبار بعد المده الايقاف هذه الكل فرضيه، مشاو في عدل الاختبار باش يلقاو التحليل ولا ماهوش باش يلقاو؟ لهنا نقطه استفهام على القضاء، نقطه استفهام على القضاء. انت من